يسعد مساكم جميعا، يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. طبعا واحد من أكثر التساؤلات اللي بتجيني، يا محمد من الأفضل إنه نشتري فيلا ولا تاون هاوس ولا شقة؟ وهذه الشقة هل نأجرها كبيوت عطلات أو نأجرها بعقد سنوي؟ طبعا الجواب المفروض يكون عندك أنت. بناء على ميزانيتك وبناء على هدفك من الشراء. فلو هدفك من الشراء عائد إيجاري جيد وارتفاع برأس المال، فبطبيعة الحال الفلل والتاون هاوسز والشقق اللي بتكون على واجهات مائية هي خيارك الأفضل. لو هدفك من الشراء للاستثمار بعائد إيجاري ممتاز وارتفاع طفيف برأس المال، فبالتالي الشقق اللي في مناطق من السهل انك تأجر هذه الوحدة كبيوت عطلات هو خيارك الأنسب. لو هدفك من الشراء للاستثمار بعائد جيد جدا وارتفاع طفيف برأس المال، فبطبيعة الحال الشقق اللي في مناطق من السهل انك تأجر هذه الوحدة بعقد سنوي هي خيارك الأمثل. ولو هدفك من الشراء هو للاستخدام الشخصي، فبطبيعة الحال حتختلف المعايير بناء على عدد أفراد الأسرة، بناء على القرب والبعد من مقر العمل والمدارس، بناء على اللايف ستايل تبعك، بناء على مين رح يكون جاري، رح تختار. وبالنهاية هذا كله رح يندرج طبعا تحت حسن الاختيار. فبالتالي عليك انك تحدد ميزانيتك، تحدد هدفك من الشراء، تستعين بأهل الخبرة، وبالنهاية ان شاء الله رح يكون اختيار موفق.